السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسينا الكرام؟ احنا دلوقتي ان شاء الله هنتكلم في شابتر 4 في الفلويد ميكانيكس اللي هو بيحكي عن المومنتم ايكويشن. طيب احنا بس عشان نفهم موقعنا فين في المنهج دلوقتي، او التسلسل المنطقي للمنهج ماشي ازاي، فاحنا خلينا نرجع كده بالزمن لشابتر 2 الموائع الساكنة لو احنا فاكرين. كان بدأ ازاي الشابتر ده؟ كان بدأ ان هو بيعرفنا على خاصية الضغط البريشر، تمام؟ وبعد كده جوه الشابتر داون خدنا القوة اللي بتنتج من الضغط في الموقع الساكنة، لو جزء الجيتس، لو انت عندك جسم مغمور تحت مائع ساكن، ايه القوة اللي بتبقى عليه؟ قعدنا نحسبها وخدنا فيها تفصيل كتير جدا، تمام؟ فالسيناريو المتعارف عليه لما بيجي يقدم لك خاصية فلويد هو ان بيديك الخاصية وبعد كده بيديك القوة، او بتحسب القوة الناتجة من الخاصية دي، صح؟ طيب دلوقتي في جزء الموائع المتحركة بقى، او الفلويد داينامكس، يعني لما المائع بدأ يتحرك، خدنا الشابتر اللي فات اللي هو شابتر 3 ان الخاصيتين اللي موجودتين في الموائع المتحركة هو الضغط والسرعة، صح؟ طيب فاحنا كده عندنا خاصيتين، فيبقى عشان نكمل السيناريو بتاعنا بقى عايزين نحسب القوة اللي بتنتج من الضغط والسرعة دول. يعني لما مائع يتحرك بشكل معين، ايه القوة اللي المائع ده بيعملها؟ هو بيعمل قوة، اه طبعا، تمام. فايه القوة دي؟ احنا عايزين نحسبها بقى، فده غرض الشابتر ده عشان نكمل السيناريو بتاعنا. خدنا الضغط والسرعة، عايزين بقى نعرف القوة اللي بتنتج منهم، وده دور المومنتم ايكويشن. طيب قبل ما نبدأ ندخل في المعادلات وناخد الكلام المعقد ده، خلينا نبدأ بحاجات بسيطة كده، مبادئ بسيطة في الأول، اللي هو أشكال السريان. مثلا عندنا الشكل الخطي للسريان، إن الفلويد بيمشي أو الفلو بيمشي في خط مستقيم بالمنظر ده، يعني زي ما احنا شايفين الجيت بتاع المية اللي خارج من الشاور ده مثلا ماشي في خط مستقيم اهو، تمام. طيب وهنا كذلك برضو، ده مثال اقوى شوية، المية خارجة بسرعة كبيرة جدا من الخرطوم بتاع المطافي بالمنظر ده، لان ضغط المية فيه كبير جدا، فالسرعة خرجت بشكل خطي كده ماشية في خط مستقيم وقيمتها كبيرة جدا في نفس الوقت. طيب القوة يا جماعة، انتوا لما تيجوا كده في الحقيقة كده تمسك الشاور ده كده السبراي ده وتروح فتح المية، مش بتلاقي ايدك رجعت لورا كده؟ يعني في قوة اتعملت عليك لورا، صح؟ يعني المية خرجت في الاتجاه ده، بس انت حصل عليك قوة في الاتجاه المعاكس، بس بشكل ايه؟ شكل خط مستقيم برضو، صح؟ وهنا نفس القصة، المية خرجت في الاتجاه ده، في قوة معمولة وقوة كبيرة الصراحة معمولة في الاتجاه المعاكس بس في شكل خطي برضو. فانت دلوقتي الفلويد بتاعك مشي في خط مستقيم بالمنظر ده، وحصلت قوة برضو في خط مستقيم بس في الاتجاه المعاكس. هنا نفس الوضع، مشينا في خط مستقيم بالمنظر ده، حصلت قوة في الاتجاه المعاكس، والرجل بتاع الاطفاء ساند الخرطوم اهو بالمنظر ده. طيب مثال تاني يا جماعة عن الاشكال الخطية للفلو. انت دلوقتي وانت في البايب لاين ده مثلا، بتكون الفلويد او الفلو ماشي في الاتجاه ده، ومرة واحدة هيروح مغير الاتجاه بتاعه وطالع لفوق كده، وبعد كده يروح مغير الاتجاه بتاعه تاني وماشي في خط مستقيم بقى، ايه، يروح المكان اللي هو المفروض يروح. طيب تغيير الاتجاه ده يا شباب بيعمل قوة برضو على الكوع ده، على القلبه ده، تمام. فاحنا دلوقتي عندنا برضو قوة ناتجة من السريان بالمنظر ده. طيب في التيارات بقى يا شباب، مثال اقوى شويتين، عندنا دلوقتي محرك الطيارة بدون الدخول في التفاصيل بتاعته من جوه، ولكن هو دلوقتي بيحصل فيه ايه؟ الهواء بيتسحب بمقدار معين وبسرعة معينة هنا كده، وبعد كده بيكون في مروحة جوه وفي حاجات كتير جوه كده بتخليه ياخد سرعة أعلى بكتير ويخرج بسرعة عالية لورا في الاتجاه ده. ده بينتج عنه قوة، بينتج عنه يا شباب، بينتج عنه قوة في الاتجاه اللي قدام ده، فبيزق الطيارة لقدام أو بيديها ثراست فورس أو قوة دفع، تمام. انتوا ملاحظين الكلام اللي انا بقوله يا شباب دلوقتي؟ قلت حاجات كتير قوي مهمه، يعني في السرعه بتتسحب في خط مستقيم وعمال ارسم قدامكم هنا خطوط مستقيمه اهو، صح؟ حتى القوه اللي اتعملت في خط مستقيم برضو. فده كده نظام سريان خطي، دلوقتي السرعات ماشيه في خط مستقيم والقوه اتعملت برضو للاتجاه الامامي في خط مستقيم، حلو. فاحنا دلوقتي عندنا قوه نتجت من السريان وفي خط مستقيم، تمام. طيب ونفس القصه برضو لو الطياره جت تفرمل، الطياره بتعمل ايه بقى؟ بتروح فاتحه ابواب كده في الجانب بتاع المحرك، بتخلي الفلو بدل ما يخرج من ورا كده، لا ده هيروح خابط في الابواب دي
راح خابط فيها هنا كده ويرتد ويروح راجع الناحية دي، فتروح عاملة قوة، بس بدل ما عاملة قوة في الاتجاه الأمامي دون هتروح عاملة قوة في الاتجاه لورا، بمعنى أصح هتفرمل الطيارة، هتفرملها بالمنظر ده. فده بيحصل لما الطيارة بتنزل على الأرض بتبدأ تفرمل بالطريقة دي اللي هو اسمه الريفرس ثراست بتاع الطيارة، تمام؟ طيب، فأنا عمال دلوقتي أقول في سرعات بتحصل، في سرعة داخلة وسرعة خارجة وسرعة بتغير اتجاهها، وكل ده عمال يعمل قوة، مرة قوة لقدام ومرة قوة لورا. فاحنا عايزين نحسب الكلام ده بقى، ده المومنتم ايكويشن يا شباب، بتجيب لكم القوة اللي بتحصل نتيجة السريان، نتيجة الضغط ونتيجة السرعة، بتجيب لكم القوة اللي بتنتج عندك. فاحنا هنتعامل دلوقتي بما اننا شغالين على أنظمة خطية، السرعات ماشية فيها في خط مستقيم، هنتعامل مع معادلة المومنتم الخطية، اللينير مومنتم ايكويشن، تمام؟ ليه بقى؟ لأنها هتحسب لنا القوة الخطية اللي بتنتج من السرعات الخطية برضه. يعني خلينا نشوف كده. المومنتم ايكويشن دي يا شباب عبارة عن إيه؟ بكل بساطة خالص هي معادلة القانون الثاني لنيوتن، تمام؟ اللي هو كانت الصيغة العامة اللي إحنا عارفينها بتاعته، أو الصيغة اللي إحنا عارفينها بتاعته، إن الفورس بتساوي الماس في الأكسلريشن، الإم إيه، تمام؟ بس الصيغة الأعم أو العامة من الماس في الأكسلريشن هي ان محصلة الفورس اللي بتحصل على جسم معين بتساوي التغير في كمية الحركة بتاعته، تمام؟ التغير في المومنتوم، يبقى المومنتوم دي هي كمية الحركة الخطية، لأننا بنتعامل مع سرعة خطية بالمنظر ده، تمام؟ طيب التغير في كمية الحركة اللي بتحصل على جسم نقدر بكل بساطة نحطه في الصيغة دي بعد تبسيطات كتير جدا 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 ما تشغلوش بالكم بيها دلوقتي، هو ان احنا نقدر نقول ان محصلة القوة اللي بتحصل على جسم معين بتساوي كمية الحركة اللي خارجة ناقص كمية الحركة اللي داخلة، تمام؟ طيب ايه المجاميع دي؟ ايه علامة السميشن دي؟ ده عشان لو انت عندك مخارج كتير جدا وعندك برضو مداخل كتير، فانت هتجمع اللي خارج اللي هو السميشن ده وتجمع اللي داخل، تمام؟ بس لو انت دلوقتي عندك مدخل واحد ومخرج واحد، عندك جسم بالمنظر ده كده مثلا له مدخل واحد ومخرج واحد، يبقى مفيش داعي للسميشن دي، وهيبقى بكل بساطة كمية الحركة اللي خارجة ناقص كمية الحركة اللي داخلة من غير السميشن بتاعها. تعالوا نطوع الكلام ده على الفلويد شوية، فين كمية الحركة يا شباب بتاعت الفلويد؟ يعني فين كمية الحركة المومنتم اللي داخلة والمومنتم اللي خارجة يعني؟ هو فين أصلا الفلويد؟ يعني دي نوزل بالمنظر ده، انت عندك فلويد هنا وفلويد جوه النوزل وفلويد بره النوزل. طيب هو هنتعامل مع انه فلويد بالظبط؟ فاحنا لازم نحدد الفلو اللي هنتعامل معاه، فاحنا بكل بساطة هنختار حجم معين، هنروح كده محوطين النوزل بتاعتنا دي بحجم هنسميه كنترول فوليوم او سي في، وهو ده الحجم اللي احنا هنشتغل عليه وهندرسه وهنتعامل معاه، ويبقى المدخل بتاعه هو الجانب اللي على الشمال دون، والمخرج بتاعه هو الجانب اللي على اليمين دون، تمام؟ طيب النوزل دي او الكنترول فوليوم بتاعنا ده هيكون عليه يا شباب، هيكون عليه ضغط من الجنبين بالمنظر ده، عندنا بريشر عند المدخل وبريشر عند المخرج، تمام؟ وهيكون برضو في سرعة فلويد داخلة، وليكن مثلا سرعة مايلة بالمنظر ده عشان تبقى حالة عامة شوية، وعندنا سرعة خارجة منها برضو، وعندنا وزن لحبة الفلو، يعني برضو حبة المية لو دخلوا النوزل ده يعني هيبقى ليهم وزن، فهنحط قوة الوزن بالمنظر ده. طيب لو تفتكروا يا شباب في التطبيقات اللي احنا شفناها في الأول دي يعني، كان دايما بيبقى فيه قوة معمولة على الجسم اللي بيحصل فيه تغير السرعة ده، زي مثلا رجل الإطفاء كان عامل قوة معينة أو ماسك الخرطوم بقوة معينة علشان يقدر يتحكم فيه، وكذلك برضو محرك الطيارة كان بيدي قوة دفع للطيارة لقدام، تمام؟ فاحنا علشان نثبت النوزل ده في مكانها أو عشان نثبت الكنترول فوليوم في مكانه ده هنروح عاملين قوة رد فعل تثبته، لأن لو ما تثبتش هيبقى عليه محصلة قوة في الآخر، فاحنا عايزين نثبته فهنعمل عليه إيه؟ رياكشن بالمنظر ده. حلو جدا، تعالوا بقى نطبق معادلة المومنتم ايكويشن بتاعتنا على الكنترول فوليوم ده. يعني احنا دلوقتي عندنا سريان داخل على كنترول فوليوم بالمنظر ده، فعايزين نشوف محصلة القوة هتبقى بكام في الاخر، نحسب القوة اللي جاية من السريان ده في الاخر هتبقى بكام. طيب فهنستخدم معادلة اللينير مومنتم، وطبعا عندنا مدخل واحد ومخرج واحد فمفيش داعي للسميشن اللي كان موجود هنا، وخلينا بقى نبدأ نلاحظ كام حاجة. نبدأ بأول ترم عندنا كده اللي هو محصلة القوة. محصلة القوة دي
ايه القوة اللي هتكون عندك، وهتكون عندك على ايه كمان، يعني ايه القوة اللي عندك وعلى ايه. فاحنا مبدئيا الاجابة على سؤال القوة اللي على ايه ديا هيكون هي القوة اللي على الكنترول فوليوم، لان ده اللي احنا هندرسه. احنا خلاص قلنا هنتعامل مع الكنترول فوليوم ده، فاحنا هنجيب محصلة القوة اللي بتحصل على الكنترول فوليوم. تمام، طيب ايه بقى انواع القوة؟ انواع القوة اللي عندك بكل بساطة قوة جاية من الضغط، عندك الضغط ده هو لما يضرب في المساحة اللي هنا هيديك قوة، وكذلك اللي عند المخرج برضو. بس خلينا نلاحظ حاجة مهمة جدا جدا جدا، احنا بنتعامل مع الجيج بريشر، يعني اطرح لي الاتموسفير، مش هيفرق معاه في اي حاجة، طير لي الاتموسفير من المسألة وتعامل مع الجيج بريشر فقط. تمام، طيب ايه القوة التانية؟ عندك قوة نتيجة الجرافيتي، الوزن بتاع المائع اللي جوه النوزل دي، وغالبا يعني في معظم المسائل ده بيهمل يعني، بس برضو لو في مسألة مش هيهمل فيها يعني لسبب ما، فخلي بالك عشان ايه هيتم استخدامه برضو في المعادلة. طيب القوة الأخيرة اللي عندنا أو النوع الأخير من القوة اللي عندنا هو الرياكشن فورسز، هي قوة التثبيت، لأن زي ما قلت لك أنت لو ما ثبتتش الكنترول فوليوم ده في مكانه، محصلة القوة اللي في الآخر دي هتخليه يتحرك يمين أو شمال على حسب، فإحنا عايزين نثبته في مكانه، فبنعمل عليه قوة رياكشن. هتثبته كده بإيه؟ بالشفتين اللي معمولتين دول في الآخر يعني. طيب في حاجة تانية بقى جميل عايزين ناخد بالنا منها، وهي المتجهات اللي موجودة في المعادلة بتاعتنا. انت عندك هنا متجه موجود على القوة، ومتجه او متجهات موجودة على السرعات في الطرف اليمين، فانت ده معناه ان اتجاه القوة معتمد على اتجاه السرعات بتاعتك دي. طيب ده يعني ايه بقى لما تيجي تعوض وتحل المسألة بتاعتك؟ ان انت دلوقتي في المسألة بتاعتك هيبقى عندك كميات موجبة وكميات سالبة بناء على الاتجاه، يعني عندك اختلافات في الإشارات، فأنت لازم تبقى عارف هتعوض بإشارة عاملة إزاي. تمام، طيب نحل الموضوع ده إزاي؟ حضرتك بكل بساطة هتفرض اتجاه معين يكون هو الاتجاه الموجب، وليكن مثلا اتجاه الإكس اللي ماشي دون، اللي ماشي ناحية اليمين دون، يبقى هو الاتجاه الموجب، واتجاه الواي اللي طلع لفوق دون هيبقى هو الاتجاه الموجب، والاتجاهات بتاعة الفورس والسرعة اللي هتعوض بيها هتبقى موجبة أو سالبة بناء على اللي أنت فرضه تحت دوت، هيبقى موجب لو ماشي مع نفس الاتجاهات دي، وسالبة لو ماشية عكس الاتجاهات دي. تمام، يبقى أي قوة هتعوض بيها من التلاتة اللي احنا ذكرناهم في السلايد اللي فاتت، وأي سرعة هتعوض بيها في المعادلة دي، هتكون موجبة أو سالبة حسب الاتجاهات اللي حضرتك هتفرضها في المسألة بتاعتك. تمام، في حاجة بقى لطيفة خالص عايزين ناخد بالنا منها، لأنها حاجة مهمة جدا جدا جدا. دلوقتي حضرتك لو أنت رحت جاي فاكك الكمية بتاعة الحركة دي اللي هي المومنتم الام دوت دي، لو أنت جيت فكتها لنا كده هنا هتلاقي إن هي بقت رو في الأريا في الفيلوستي، وهنا برضو رو في الأريا في الفيلوستي، دي عند الأوت ودي عند الإن. طيب عندك اتنين سرعة دلوقتي، عندك سرعتين، واحدة عليها اتجاه فوق والتانية معلهاش اتجاه فوق، ده معناه ايه؟ ده معناه حضرتك ان السرعة عند المخرج لو كان اتجاهها عكس الاتجاه اللي انت فرضه، فهتحط هنا سالب واحد فقط، مش هتحط سالب هنا كمان. تمام، لان دي عليها اتجاه ودي مش عليها اتجاه، دي دائما موجبة، الماس فلوريد دائما السرعة اللي حضرتك هتعوض بيها هتكون موجبة، لكن السرعة اللي بتكون موجبة او سالبة هي السرعة اللي عليها متجه ده فقط. تمام، طيب يا شباب خلينا بقى ناخد مثال كده، لو احنا جينا نجيب القوة او محصلة القوة اللي بتحصل على الكنترول فوليوم ده في اتجاه الاكس. تمام، في اتجاه ايه يا شباب؟ في اتجاه الاكس. تعال نطبق كده اللي احنا قلناه دلوقتي، المعادلة اللي هنستخدمها نشيل المتجهات اللي فوق دي ونحط مكانها اتجاه الاكس. خلاص انا مش هستخدم الصيغة العامة، انا عرفت ان انا هجيبها في اتجاه الاكس، فاحط كل ما هو متجه هحط جنبه اكس بالمنظر ده. فاحنا لما نيجي نعوض دلوقتي هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان احنا عندنا القوة نتيجة الضغط، اول قوة عندنا هي القوة اللي جاية من الضغط، البريشر عند الام مضروب في الاريا بتاعة المدخل، بس طبعا نخلي بالنا ان هو جيج، وهنا هنفرض ان البي اوت، يعني انا خلاص فرضت هنا ان البي اوت هنا اتموسفير عادي اعتبرها جيفن في المسألة، فاحنا هنحطها بصفر، مش موجودة معانا القوة نتيجة الضغط عند المخرج. تمام، طيب طبعا الاتجاه بتاع الضغط هنا موجب صح، ماشي مع اتجاه الاكس اللي احنا فرضينه، فهتبقى القوه بتاعته موجبه. طيب ايه القوه التانيه اللي في اتجاه الاكس عندك؟ عندك قوه رد الفعل، الرياكشن بتاعنا، انا فرضت ان اتجاه الرياكشن كده. تمام، فهي هتبقى موجبه مع اتجاه الاكس الموجب اللي انا فرضه. طيب عندك حاجه تانيه، عندك الوزن دون، لا الوزن ده في اتجاه الواي، انا دلوقتي شغال في اتجاه الاكس. تمام، بجيب محصله القوه في اتجاه الاكس.
هتساوي ايه يا شباب بقى في الطرف الثاني؟ الماس فلو ريت اللي هو الكثافه في الاريا في الفيلوسيتي عند المخرج. ونخلي بالنا ان الفيلوسيتي دي مش هتفرق معايا انها تكون موجبه ولا سالبه، لكن لما اجي اعوض باللي جايه دي بقى هتبقى موجبه. تمام؟ ليه؟ عشان هي مع اتجاه الاكس الموجب اللي انا فرضه، لو كانت عكسه لسبب ما هتبقى سالبه. نروح بقى للايه، للجزء الثاني اللي هي ناقص الماس فلو ريت، برضو الفيلوسيتي عند الانلت هنا موجبه عادي مش هتفرق معانا، لكن هنيجي بقى عند السرعه بتاعه المدخل دي هنلاقيها مايله صح. فلما اجي اعوض في الفي المتجهه اللي هي الفي في اتجاه الاكس يعني، هروح واخد الفي ان كوساين سيتا، لان دي السرعه او مركبه السرعه اللي في اتجاه الاكس، وهتكون موجبه طبعا لانها تبقى ايه، لما نيجي نحللها هتبقى موجبه عشان ماشي مع اتجاه الاكس الموجب. لكن لو كانت سالبه برضو لسبب ما يعني، كانت هتبقى سالبه وهيبقى سالب في سالب بموجب. تمام يا شباب؟ طيب تعالوا بقى نطبق على مساله علشان ايه، نوضح الكلام ده شويه. طيب المساله بتقول ايه يا شباب؟ بتقول عندنا ديفايس او جهاز بالشكل ده كده، الميه بتروح داخله من المدخل بتاعه من هنا، وتروح متفرعه مره، تروح خارجه من المخرج اللي هو لافف وراجع لورا كده، ومخرج تاني نازل لتحت بالشكل ده. فطبعا لما المايه تروح داخله وخبطه في الجهاز كده في الحيطه دي، هتعمل قوه على الجهاز ده وتزقه لقدام صح. فاحنا هنعوز نثبتها، فعاملين لها هنا فلانجتين كده، هنروح مثبتين الجهاز ده في الماسوره الرئيسيه. فالراجل بيقول لك احسب لي قوه التثبيت دي او الاكس كومبوننت بتاعت الايه، قوه التثبيت دي يعني قوه التثبيت اللي في اتجاه الاكس. حلو. طيب دلوقتي احنا عندنا يا جماعه المساله بتاعتنا فيها ايه؟ فيها السرعات عند المداخل والمخارج والمساحات بتاعتنا، ومديك الضغط عند المدخل برضه اللي هو 10 بي اس اي، وبيقول لك ان الضغط عند المخرج او المخارج يعني اتموسفيريك. تمام؟ وغالبا برضه ال 10 بي اس اي في التطبيقات اللي زي كده بتكون جيج. فخلاص يعني هي مساله مباشره جدا، احنا عندنا دلوقتي سرعات وضغوط وعايزين نحسب قوه، فاكيد اكيد بلا شك هنستخدم المومنتوم ايكويشن، هي الوحيده اللي تعمل لنا الموضوع ده. طيب دلوقتي عشان نبدا في المساله بتاعتنا بتاعت المومنتوم، محتاجين نعمل ايه؟ والله هو المومنتوم كانت بتجيب محصله القوه اللي بتحصل على حاجه، اللي هو ايه يا جماعه؟ الكنترول فوليوم. كنا بنختار كده حجم معين ونقول احنا هنجيب عليه محصله القوه. طيب فاحنا هنحاوط الحجم بتاعنا ونحوط المسألة بتاعتنا اللي احنا مهتمين نجيب القوة عليها بالكنترول فوليوم دون. فاحنا المداخل والمخارج بتاعتنا بالشكل ده كده، عندنا المدخل ده والمخرجين دول، فهنحوطهم بالكنترول فوليوم كده، ده اللي احنا هنشتغل عليه. هنطير بقى كل اللي جواه ده، هنشيل كل المسألة بتاعتنا دي ونحط الأثر بتاعها، هنحط القوة اللي عليها زي ايه مثلا؟ زي قوة التثبيت هنا كده هنحطها وخلاص يعني. تمام؟ طيب برضو احنا هنتعامل مع قوة، والقوة دي فيها اتجاهات يعني السرعات والقوة كميات متجهة، فهنعوز نحط الاتجاه الموجب بتاعنا اللي هو اتجاه الاكس في الاتجاه اليمين كده، والواي لفوق. طبعا احنا مش هنحتاج الواي هنا بس عشان ايه، المنظر يعني مش فقط. طيب قوة التثبيت طبعا احنا قلنا هنحط الاثر بتاعها اللي هو في الاتجاه ده كده، دي محصلة ال Rx بتاعتنا، وطبعا منطقي يعني انها تكون في الاتجاه ده، لان الجهاز غالبا لما المايه تروح خابطة هنا كده هتزقه لقدام يعني، فهتبقى قوة التثبيت معمولة العكس. لما نيجي نربط بمسامير هنا في الفلنجات هتروح قوة التثبيت هتكون في الاتجاه اللي على الشمال ده كده اللي هو ال X السالبة. وطبعا ده مفيش مشكلة لو انت فرضته في الاتجاه التاني، لان لو هنا ال Rx لو طلعت معاك موجبة يبقى زي الاتجاه اللي انت فرضه، لو طلعت معاك في الاخر خالص سالبة يبقى هي عكس الاتجاه، ما فيهاش اي مشكلة خالص يعني. الحاجة الأخيرة بقى يا جماعة، إن إحنا دلوقتي هنرقم المداخل بتاعتنا والمخارج. ليه بقى؟ لأن أنت عندك دلوقتي كذا مدخل ومخرج، يعني مش هينفع تقول إن وأوت، أو الأوت بالذات يعني مش هينفع تقول الأوتلت، أنه أوتلت فيهم؟ مش هنعرف صح. فاحنا هنرقم او هنسمي المخارج بتاعتنا اول مره مدخل معاهم، فده يبقى واحد ودي اتنين وده تلاته. تمام؟ نبدا بقى ايه، نشتغل بالمومنتوم ايكويشن بتاعتنا، اللينير مومنتوم ايكويشن. دي الصوره بتاعتنا، احنا بنحط سميشن اوف فورس بتساوي الام دوت في الفي عند المخارج، هما كذا مخرج فاحنا حاطين السميشن دلوقتي، ناقص المدخل الوحيد الام دوت في الفي عند المدخل الوحيد بتاعنا. طبعا هنشيل المتجهات ونحط اتجاه الاكس، وبعد كده نبدأ نعوض الفورسز اللي عندنا، سميشن اوف فورسز اللي عندك على الكنترول فوليوم ده. ايه هي يا جماعة؟ عندك هنا عند المدخل بتاع الكنترول فوليوم عندك ضغط صح، عندك بريشر، فانت هتجيب القوة بتاعته عن طريق انك تضربه في الاريا. والاتجاه بتاع القوة دي هيكون موجب ولا سالب يا شباب؟
يكون موجب طبعا لانها ماشيه مع اتجاه الاكس، يعني البريشر بيكون داخل لجوه في الاتجاه ده كده بالمنظر ده، واتجاه الاكس الموجب برضو ماشي في نفس الاتجاه ده، فخلاص هيبقى موجبه. طيب الار اكس بقى يا شباب، الار اكس في الاتجاه المعاكس، يعني انت عندك دلوقتي الار اكس تبقى عكس اتجاه الاكس اللي احنا فرضينه، فهتبقى سالبه بالمنظر ده كده. طيب هل في قوه ضغط عند المخارج؟ يعني اثنين وثلاثة عندهم قوة ضغط؟ قال لك لا. ليه بقى؟ لأن احنا بنتعامل مع الجيج، والراجل قال لك إن الضغوط عند اثنين وثلاثة اتموسفيريك، تمام، فالجيج بتاعهم بصفر. حلو، في بقى قوة تانية؟ لا خلاص كده احنا تمام في اتجاه الإكس، كل القوة اتحطت خلاص. طيب بالنسبة بقى للجزء الثاني اللي هو كميات الحركة سميشن الام دوت في الفي، فطبعا احنا هنجيب الأول الكميات عند المخرج نجمعها ونطرح منها الكمية اللي عند المدخل، فأدي كده إيه الكميات اللي عند المخارج أهي اللي هي بين القوسين دول كده بالمنظر ده، ودي الكمية اللي عند المدخل. طب الكميات اللي عند المخارج اللي هي إيه يا جماعة؟ اللي هي 2 و3، فإحنا هناخد الرو عامل مشترك من بره كده لأنها انكمبريسبل يعني المية، فهتبقى الاريا 2 في الفي 2 اللي هي الام دوت. طبعا الفي 2 محطوطه موجبه، ما عندهاش اشاره سواء موجب او سالب، علشان الام دوت احنا اتفقنا ان هي على طول موجبه مش هتتغير يعني. طيب الازمه كلها بتحصل لما نيجي نعوض في السرعه المتجهه اللي هي عليها اتجاه دي، اللي هي ايه بقى؟ السرعه المتجهه اللي عند 2 يا جماعه هي في 2 برضو اكيد، يعني دي في 2 ودي في 2، بس الفكره بقى المتجه هيخليك بقى تتساءل الاشاره موجب ولا سالب، تمام؟ فاحنا دلوقتي السرعه اللي خارجه عكس اتجاه الاكس الموجبه اللي احنا فرضناها، فهتبقى سالبه. طيب بالنسبه لثلاثه شباب، دلوقتي انت عندك الام دوت في الفي، يعني الاي 3 في الفي 3 دي بتاعت الام دوت، فعلى طول موجبه. طب بالنسبه للفي المتجهه هتبقى موجب ولا سالب؟ قال لك بص، هي مايله دلوقتي بزاويه 43 درجه، احنا عايزين الكميه بتاعتنا اللي في اتجاه الاكس، فهتبقى كوساين 43 درجه، تمام؟ طيب نروح بقى للجزء الثاني في الطرف اليمين اللي هو المدخل، هتبقى ناقص كميه الام دوت في الفي عند المدخل، وهي دي سالكة على طول كده يعني، لأن السرعة في اتجاه الإكس فهي موجبة، وفي نفس الوقت السرعة مش هتتحلل ولا حاجة لأنها كلها في اتجاه الإكس، فهتبقى الرو في الأريا واحد في الفي واحد بتاعت الإم دوت مضروبة في موجب في واحد، لأن السرعة كلها في اتجاه الإكس الموجب. فنبدأ نعوض بقى في الموضوع ده، نمسح كده الحتة اللي جلت مننا دي كده، فهنروح عاملين بقى يا شباب، لما نيجي نعوض هتلاقي ان الضغط بتاعك 10 مضروب في 8 من 10، بس الفكره في حاجه، ده بي اس اي ودي فيت، يعني الاريا بتاعت سعادتك هنا فيت، وده بي اس اي باوند على سكوير انش، فانت عندك انش مربع وفيت مربعه، فانت لازم تحول صح؟ فهنضرب الفيت بتاعتنا في 144، احنا كده حولناها لانش وجاهزه انها تتضرب في الايه؟ في البي اس اي عادي جدا. ناقص الار اكس وتعوض بقى بكل حاجه بالقيم بتاعتك كلها، هتلاقي ان انت عندك الار اكس مجهوله والفي 3 مجهوله، والراجل بالمناسبه مش مديك قيمتها، فانت عشان تحسب الار اكس محتاج تجيب الفي 3. طيب نحسبها منين؟ والله بص، هو انت دلوقتي عندك مداخل ومخارج وعايز سرعه، مش بتفكرها بالكونتينيوتي؟ يعني احنا نقدر نستخدم الكونتينيوتي نقول ان الكيو ان اللي داخله بتساوي اللي خارجه. طب ليه الكيو مش الام دوت؟ عشان الرو ثابته، راس الميه لم تنضغط يعني في الكنترول فوليوم بتاعنا دون، فتيجي تعوض بقى تفك الكيوهات بتاعتك وتعوض، تروح حاسب لنا الفي 3 في الاخر ب 5 فيت بير سكند، وتروح معوض بالفي 3 في المعادله اللي فوق عندك، هتلاقي الار اكس طلعت لك موجب 2442 و8 من 10 باوند، تمام؟ طيب بما انها طلعت لك موجب، فده معناه ان الاتجاه اللي احنا فرضناه هنا مظبوط، لو طلعت لك بالسالب يبقى الاتجاه اللي احنا فرضينه هنا محتاجين نعكسه، تمام؟ دي اول مسألة يا شباب، ونشوف المسألة التانية معانا. طيب يا شباب، المسألة التانية بتقول ايه؟ المسألة بتقول دلوقتي ان احنا عندنا فلات بليت بالمنظر ده، عندنا ستيشنري فلات بليت، عندنا سطح ثابت كده، وفي سيركولر جيت اوف اير، في جيت من الهواء دائري بيروح خابط في الفلات بليت ده بسرعة 40 متر في الثانية، يعني سرعة كبيرة شوية، بس هو ده اللي بيحصل. يعني الراجل بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك دلوقتي ان لما الجيت ده يروح خابط على الفلات بليت هيتوزع عليه كده، هيروح خارج هنا من عند 2 ونازل تحت كده من عند 3، هيتفرق كده عليه، فمنطقي يعني لما يخبط فيه ويتفرق كده يتوزع في الناحيتين دول هيزق البليت على ناحية اليمين صح؟ فاحنا عاملين بقى ايه؟ عاملين قوة تثبيت عليه اسمها الانكرينج فورس اللي هي الاف اي دي، مثبتينه بقوة معينة
علشان ما يتحركش، عشان تهولد البليد ده ستيشنري. فهو بيقول لك احسب لي القوه دي هتبقى كام بقى، يعني هو الراجل عايزك تحسبها له في المساله دي. فبالمنطق كده يعني احنا هنستخدم انهي معادله برضه عشان نحل؟ انت دلوقتي عندك سرعات في اتجاه خطي وعندك قوه عايز تحسبها، يبقى دلوقتي هتستخدم اللينير مومنتم ايكويشن اللي احنا استخدمناها او احنا عرفناها الشابتر ده، تمام؟ طيب فهنبدا باول مطلوب. اول مطلوب عايزك تحسب الاف ايه عشان البليد داون يكون ثابت، تمام؟ طيب هنعمل ايه بقى يا شباب؟ احنا قلنا هنستخدم المومنتم ايكويشن. طيب عشان نبدا نستخدمها ونجيب محصله القوه اللي على حاجه معينه، مش لازم نكون حاطين الحاجه دي الاول؟ يعني نبقى معرفين ايه بقى يا شباب؟ نكون معرفين الكنترول فوليوم بتاعنا، لازم نحدد كنترول فوليوم كده، محاوط المساله بتاعتنا في المداخل والمخارج بالمنظر دون، فده الكنترول فوليوم اللي احنا هنشتغل عليه، تمام؟ طيب بالنسبه بقى للاتجاهات الموجبه والسالبه، دايما لازم تحددها برضو. احنا هنخلي يا جماعه اتجاهات المساله بتاعتنا المره دي مع اتجاه القوه بتاعه الانكورنج فورس، علشان لما تستخدم المعادله بتاعه الاكس دايركشن، يعني تيجي تستخدم المعادله بتاعه انك تجيب اللينير مومنتوم في اتجاه الاكس، تجيب منها الاف ايه على طول، لانها تكون في نفس الاتجاه من غير ما تقعد تحلل بقى وتوجع دماغك. فانت هتروح جايب الاف ايه على طول دايركتلي من اتجاه الاكس. فاحنا في المسائل اللي زي دي هنعمل الاحداثيات او الاتجاهات الموجبه بتاعتنا مايله على المساله بالمنظر ده، بحيث ان تكون اتجاه الاكس مثلا في اتجاه الاف ايه اللي احنا عايزين نحسبها، تمام؟ فخلينا كده نسحب الكنترول فوليوم والاحداثيات بتاعتنا تحت كده، وزي ما احنا شايفين يعني احنا لا يهمنا اي شيء داخل الكنترول فوليوم، احنا لا نتعامل مع اي حاجه داخل الكنترول فوليوم، احنا يهمنا الحاجات اللي بره عليه فقط. زي ايه؟ زي قوه التثبيت ديت، زي السرعات بتاعتنا، سرعه خارجه عند 2 و3، وسرعه مايله اللي هي الفي جي ديت، مايله بالنسبه للاتجاهات اللي احنا فرضناها، فهنحللها. عندنا في جي في اتجاه الاكس اللي احنا فرضناها هنا، وجي في جي في اتجاه الواي مع الواي اللي احنا فرضناها هنا، تمام؟ فاحنا زي ما احنا شايفين كده احنا الكنترول فوليوم بتاعنا ما بيهمناش منه حاجه غير اللي داخله ولا خارج له. فالمساله اللي قدامكم دي الجيت بقى ومش عارف ايه هي اللي تحت دي، ده الفري بودي دايجرام بتاعنا، او بمعنى صح الكنترول فوليوم اللي احنا هنحسب عليه المومنتم ايكويشن بتاعتنا. ودي فايده الكنترول فوليوم، انك مش مضطر تتعامل مع التعقيد خالص اللي جوه ده، تمام؟ تهمك اللي داخل واللي خارج بس. طيب فهنستخدم معادله اللينير مومنتم ايكويشن، هيبقى سميشن الفورس اللي بتحصل على الكنترول فوليوم في اتجاه الاكس. فاحنا طبعا هنتعامل مع اتجاه الاكس، لان الاف اي بتاعتنا اللي احنا عايزين نحسبها دي في اتجاه الاكس اللي احنا فرضناها، ماشي يا شباب؟ فاحنا هنروح جايين قايلين سميشن الفورس اللي على الكنترول فوليوم دون في اتجاه الاكس هتساوي مجموع الام دوت في الفي اللي خارجه ناقص الام دوت في الفي اللي داخله. فلما نبدا نعوض بقى هنلاقي عندنا ايه؟ هنلاقي عندنا ان اتجاه الاكس بتاعنا ما فيهوش غير قوه واحده بس موجوده، هي قوه الانكورنج فورس. طب ما فيش حاجه نتيجه الضغط يا جماعه؟ يعني اللي احنا شايفينه كده ما فيش ضغط، في جت داخل وحاجات خارجه، ما فيش ضغط خالص كده؟ لا الصراحه ما فيش ضغط. ليه بقى؟ لان دلوقتي احنا معتبرين ان المساله بتاعتنا كده الجت بتاع الهواء ده ماشي في الاتموسفير، يعني هو خلاص ماشي في الهواء الجوي، فهو الضغط بتاعه بقى ضغط الهواء الجوي خلاص، تمام؟ فمفيش ضغط جيج، كل الضغوط الجيج بتاعتك بصفر، فمفيش قوه نتيجه الضغط. هي قوه واحده بس اللي موجوده عندنا، هي قوه التثبيت الانكورنج فورس الاف اي، وهي عكس اتجاه الاكس اللي احنا فارضينه، فهنحطها بالسالب، تمام؟ طيب نروح للكميه الثانيه اللي هي مجموع الام دوت في الفي اللي خارجه في اتجاه الاكس. طيب احنا عندنا حاجات خارجه 2 و3 دول بس في اتجاه الواي، بس هل في حاجه خارجه من الكنترول فوليوم بتاعنا ده في اتجاه الاكس؟ لا مفيش حاجه خالص، فالكميه دي بصفر، لان مفيش اي كميه خارجه في اتجاه الاكس خالص، فالمقدار ده كله هيبقى بصفر. ناقص بقى الام دوت في الفي اللي داخله. طبعا احنا عندنا الام دوت لين الرو في الاي واحد في الفي جي، في جي العاديه خالص، في جي كامله، تمام؟ لكن بالنسبه للسرعه المتجهه اللي هنا ديت اللي هي الفي جي اللي داخله في اتجاه الاكس، هتبقى المركبه بتاعه الفي جي اللي مايله ديا بس في اتجاه الاكس، تبقى الفي جي في اتجاه الاكس. لكن بالنسبه للام دوت هتبقى الفي جي كلها، مش هتفرق بقى معاك في اتجاه الاكس ولا الواي، لا السرعه كلها. حلو، فاحنا هنحلل السرعه دي من اتجاهين، اتجاه الواي والاكس بتوعنا، وهناخد مركبه الاكس بس نعوض بيها هنا في السرعه المتجهه فقط، تمام؟ طب نبدا نعوض بقى.
هنلاقي عندنا ان السرعه بتاعه الفي جي اكس لانها هتتفك معانا في الاخر، تبقى الفي جي في ساين الزاويه اللي البليت مايل بيها اللي هي 30. احسبها كده هتلاقي المنظر ده في الاخر، ونبدا نعوض معانا تعويض مباشر ما فيهوش اي مشكله خالص. هتلاقي الاف اي طلعت معاك ب 0.678 نيوتن. تمام، تعالوا بقى نروح للمطلوب الثاني بتاعنا. المطلوب الثاني بيقول لك ايه؟ بيقول احنا عايزين الفراكشن بتاعه الماس فلو ريت along the plate surface in each of the two directions. يعني احنا عندنا دلوقتي الماس فلو ريت لما تروح داخله الكنترول فوليوم بتاعنا بتتوزع على الناحيتين دول كده، تمام، بتتوزع على نقطه 2 وتتوزع عند المخرج بتاع 3. فهو عايز النسبه بتاعه التوزيع دي، يعني كام في الميه هيطلع منها عند 2 بالنسبه للماس فلو ريت اللي داخله دي، كام في الميه هيطلع عند 2 وكام في الميه هينزل عند 3. تمام، نحسبها له ازاي دي بقى يا جماعه؟ والله يعني بصوا دلوقتي النسبة بتاعة الماس فلو ريت لو احنا ملاحظين الكثافة ثابتة صح؟ يعني الماس فلو ريت لو احنا جينا نفكها هتبقى يا شباب هتبقى الرو في الفي في الاريا. طيب دلوقتي في حاجتين ثابتين هنا، الراجل اكيد يعني الكثافة ثابتة ما لحقتش تتغير في الموضوع ده، فالفلويد بتاعنا هنطير الرو بتاعتنا، وكمان الراجل مديك معطى في المسألة ان السرعات ثابتة. تمام، السرعات بتاعت المسألة بتاعتك ثابتة كمان، فبالتالي هتلاقي الحاجة الوحيدة اللي بتتغير معاك وبتفرق هي الاريا. يعني دلوقتي لما احنا نيجي نعوض لما نيجي نجيب معادلة الكونتينيوتي كده هتلاقي ان الام دوت ان بتساوي الام دوت اوت. تمام، ده معادلة الكونتينيوتي، بمعنى اصح لما الفلو عشان انكمبريسبل ما لحقش الكثافة تتغير فيه بقت كيو ان بتساوي ايه يا شباب؟ بتساوي كيو اوت. طيب دلوقتي كمان في نقطة بقى عندنا، احنا السرعات كمان السرعه بتاعت في جي و3 و2 دي الراجل في المساله قايل لك ان هم متساويين. تمام، فبيقول لك السرعات متساويه، فبالتالي هتطيرهم كلهم وهيتبقى لك في الاخر ان الاي جي بتساوي الاي 2 زائد الاي 3. بمعنى اصح عشان تجيب النسبه بتاعت الام دوت هتعوز تجيب النسبه بين المساحات. تمام، لان هي دي اللي هتفرق معاك، بقيه الحاجات كلها ثابته، الكثافه ثابته والسرعه ثابته. طيب احنا دلوقتي معانا معادله واحده في مجهولين، يعني بيقول لك الكونتينيوتي قالت لك ان المساحه بتاعت جي بتساوي مساحه 2 زائد 3. طيب بعدين انت عايز تفصيل اكتر، يعني ما مش هتقدر تحل الموضوع ده لحد دلوقتي، فهتعوز معادله كمان. طب ايه الحاجات اللي انت درستها تحل لك الموقف ده؟ انت عندك برنولي وعندك المومنتم بتاعت النهارده برضه، فبرنولي دلوقتي مش هتحل لك الازمه دي الصراحه، لانها دلوقتي يعني ما فيهاش حاجه تفيدك. انت عايز النسبه بين مساحات ومفيش مساحات في برنولي، يعني مفيش ماس فلوريت مثلا، فايه الحاجه اللي فيها مساحات؟ ايه الحاجه اللي فيها ماس فلوريت تجيب منه مساحات او فيها قوه مثلا؟ عندك المومنتم ايكويشن بس في اتجاه الواي، لانك المخارج بتاعتك كلها في اتجاه الواي، اكيد مش هتستخدم اتجاه الاكس، يعني هتستخدم اتجاه الواي، فهتروح قايل هنستخدم اللينير مومنتم ايكويشن في اتجاه الواي، وتحط نفس القانون بتاعنا المره دي بس في اتجاه الواي، وتبدا تحسب. هتلاقي ان القوه اللي في اتجاه الواي عندك مفيش اي قوه خالص، كل الكنترول فوليوم بتاعك القوه الوحيده اللي عليه هي الاف اي في اتجاه الاكس، لكن اتجاه الواي ما عليهوش اي قوه نهائيا وما عليهوش ضغوط عشان كله اتموسفيرك، فسمشن الفورس بتاعت الواي عندنا بصفر. تمام، طيب مجموع الماس فلو ريت عند المدخل والمخرج احنا هيبقى عندنا يا شباب، يبقى عندنا دلوقتي المدخل او المخارج بتاعتنا مجموعها حاطينه بالمنظر ده هنا كده اهو. تمام، فهتبقى الكثافه طبعا ثابته مشتركه بين كله، واحنا ممكن نطيرها من المساله كلها عموما، يعني هتبقى الاريا 2 في الفي 2 اللي هي المساحه او الماس فلو ريت اللي خارج هنا من بره مضروب في الماس فلو ريت المتجه بتاع المخرج بتاع 2، بس هو برده في كله في اتجاه الواي الموجبه برضو، يعني الواي بتاعتنا الموجبه، فهتتحط في في 2 برضو. تمام، طب عند 3 بقى يا شباب هتبقى الاريا 3 في الفي 3 اللي هي بتاعت الماس فلو ريت مضروبه في السرعه المتجهه عند 3 اللي هي ماينس في 3. ليه؟ لان الفي 3 ماشيه عكس اتجاه الواي بتاعتنا. ماشي، طيب بالنسبه للمدخل هتبقى ناقص، عشان هي ناقص الكميه دي بتاعت المدخل، فتبقى ناقص الرو في الاريا جي في الفي جي مضروبه في السرعه المتجهه في اتجاه الواي بتاعت جي، اللي هي ايه؟ لما نيجي نحلل السرعه دي في اتجاه الواي هتطلع لنا الفي جي كوساين سيتا اللي هي زاويه الميلان دي اللي هي 30، مش 3 بقى المره دي، هتبقى 30 يا شباب، يعني نسينا الصفر يعني قل ما لا. طيب تعالوا بقى نعوض بالموضوع ده، هنلاقي في الاخر ان احنا السرعات دي كلها متساويه والكثافات برضو هتطير، يعني هتطير السرعات وتطير الكثافات، هتلاقي المعادله في الاخر رسيت لك على المنظر ده، او بمعنى اصح لما تيجي تظبطها كده هتلاقي ان الاريا 3 بتساوي الاريا 2 ناقص الاي جي كوساين 30. تمام، فانت دلوقتي بقى عندك معادلتين اهو بالمنظر ده،
تقدر تعوض بالتانية اللي انت جبتها دي في المعادلة الأولى، فيطلع لك حاجة لطيفة خالص إن الأريا 2 هتساوي 0.933 في الأريا جي. فأنت دلوقتي جبت النسبة بتاعة مساحة 2 من المساحة بتاعة الجت، يعني مساحة مخرج 2 ده من مساحة الجت الكبير. معنى أصح احنا قلنا بقى في الآخر إن النسبة بتاعة المساحات هي نفسها بتاعة النسبة بتاعة الماس فلوريت، فشرحنا الكلام ده في الأول. فالماس فلوريت عند 2 هيساوي 0.933 بالماس فلوريت عند المدخل بتاعه. طيب وبنفس المنطق هتاخد الاريا 2 اللي انت حسبتها دي تعوض بيها في المعادله الاولانيه خالص اللي احنا جبناها، هيطلع لك ان الاريا 3 بتساوي 0.933 في الاي جي ناقص الاي جي كوساين 30، فهتطلع لك بالرقم ده. بمعنى اصح يعني ان الام دوت عند 3 مش عند 2، الام دوت عند 3 بيساوي 0.067 الام دوت عند جي اللي هي الحبه اللي باقيين، يعني لو الجزء ده خارج عند 2 يبقى الجزء اللي باقي ده هو اللي خارج عند 3 بالمنطق يعني. تمام، طيب تعالوا بقى نشوف المطلوب الثالث معانا في المساله يا شباب، ونركز بقى شويه في المطلوب ده. في المطلوب رقم سي يا جماعه، مطلوب سي معانا، الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك دلوقتي احنا عايزين نحسب الانكرنج فورس بتاعتنا الاف ايه دي. طب هو مش احنا كنا حسبناها في الاول يا شباب؟ تمام، واحنا كنا حسبناها فعلا، بس لما البليت كنا عايزين يبقى ثابت، كنا عايزين البليت يبقى ايه، ستيشنري ما بيتحركش. طيب دلوقتي الراجل بيقول لك احسبها لي برضو، بس علشان البليت بتاعي يتحرك لليمين في الناحيه دي كده بسرعه ثابته بتساوي 10 متر على الثانيه. فاحنا دلوقتي يا جماعه بقى عندنا سرعه للجت، والبليت بيهرب منه بسرعه كمان، يعني البليت بيتحرك بسرعه ناحيه اليمين والجت داخل عليه بسرعه ناحية اليمين برضو. فاحنا كده بقى عندنا موضوع سرعات نسبية. فاحنا السرعات النسبية ده جزء مهم جدا هنعوز نبقى مرسينه عندنا كده في الشابتر ده، لان هنحتاجه بعد كده بشكل اكبر شوية. فخلينا بقى نفهم موضوع السرعات النسبية في الشابتر بتاعنا ده يمشي ازاي بمثال لطيف كده. فدلوقتي اعتبر ان احنا عندنا اتنين بني ادمين كده، عندنا انت وصاحبك مثلا، وانت ربنا من عليك كده ومعاك عربيه جميله، جبت فيرنا بحالها، فانت خلاص بقى فرحان جدا بقى، انت جبت فيرنا يا جدع، معاك الملكه يعني. فرحت بقى مظبطها وعاملها كابورليه كده، شايل السقف وروقت عليها وبقى كله تمام يعني. تمام، فانت بقى فرحان وماشي بيها بقى، بس لقيت صاحبك واقف كده بره والدنيا حر ومش عارف ايه. فانت معاك في العربيه ازايز ميه ساقعه كده ولا حاجه يعني، واخدها معاك لو انت تديها للناس وبتاع. فانت قلت ايه بقى، تروح حدفها له كده، تحدف له ازازه ميه ساقعه جميله كده بسرعه معينه. انت راجل قوي بقى شويه، فحدفتها له بسرعه 5 متر في الثانيه مثلا. تمام، طيب الراجل اللي واقف بره بقى هيشوف ازازه الميه دي وصل له بسرعه كام، يعني هيشوفها وصل له بسرعه معينه بس بكام بقى. هتقول لي على حسب. حسب ايه؟ دلوقتي لو العربية دي ساكنة في مكانها، العربية واقفة ثابتة يعني ما بتتحركش، وانت حذفتها له في الاتجاه ده بخمسة متر في الثانية، هو هيشوفها واصلة له بخمسة متر في الثانية. تمام؟ طب ماذا لو العربية كانت بتتحرك في الاتجاه اللي ناحية الشمال ده بقى، ناحية اليسار كده، العربية دي بتتحرك هنا. ساعتها بقى هنبدأ ندي السرعات اللي هنا دي، السرعة اللي انت شايفها، السرعة اللي هو شايفها، هنبدأ نديها مسميات مختلفة. بمعنى ايه؟ السرعه اللي حضرتك شايفها اللي هي بتاعت الووتر بوتل بتاعتك، ازازه الميه بقى، احنا اتفقنا انك بتحدف ازازه ميه مثلا، انت راجل محترم، فالووتر بوتل بتاعتك هتبقى السرعه اللي انت شايفها هي سرعه ريلاتيف، نسبيه بالنسبه لك انت اللي بتتحرك. تمام، طب وهو بقى، هو شايف السرعه الابسوليوت، شايف السرعه بتاعت ازازه الميه بس بطريقه ابسوليوت. ده الابسوليوت دي يعني السرعه اللي حد واقف بره شايفها، حد ساكن كده لا يتحرك شايف الحاجة اللي بتتحرك. فساعتها هتبقى ايه يا جماعة؟ تبقى السرعة بتاعت الحاجة اللي هو شايفها ابسوليوت، سرعة مطلقة، لكن حضرتك شايف السرعة النسبية بالنسبة لك انت. فالعربية مثلا اعتبرها بتتحرك في الاتجاه اللي ناحية اليسار دون باتنين، او مثلا باتنين متر في الثانية، بدأت تتحرك كده فتحركت باتنين متر في الثانية، وانت هنا حدفت له ازازة المية بخمسة متر في الثانية في الاتجاه دون، يبقى السرعة اللي هو هيشوفها كام يا جماعة؟ السرعة اللي هتوصل له في الآخر هيوصل له 3 متر في الثانية. يعني انت هنا حذفتها بالنسبة لك انت شايف انك حذفتها ب 5 متر، بس العربية هنا بتتحرك ب 2 متر، فالسرعة اللي هو هيشوفها واصلة له ب 3 متر في الثانية. تمام؟ واصلة بسرعة أقل. ليه بقى التقليل ده حصل في السرعة؟ ليه حضرتك انت بتحلف انك حذفتها له ب 5 متر في الثانية، لكن الراجل اللي واقف بره شافها وصله ب 3 متر في الثانية؟ ده حصل ازاي؟ ده المعادلة اللطيفة اللي احنا عايزين نتعرف عليها يا جماعة دلوقتي، ان السرعة النسبية بتاعت حضرتك
بتساوي السرعة الابسوليوت ناقص سرعة الحاجة اللي بتتحرك، تمام؟ طبعا نخلي بالنا من المتجهات اللي فوق دي. فاحنا دلوقتي المتجهات دي، ده معناها ان احنا عندنا اتجاه موجب واتجاه سالب، فاحنا هنعوز نفرض الاتجاه الموجب، وليكن مثلا في الاتجاه ده هو ده الموجب بتاعنا. فاحنا السرعة النسبية دلوقتي، اللي هي السرعة اللي انت بتقول شايفها دي، اللي هي السرعة بتاعتك 5 متر في الثانية، هتساوي السرعة اللي الراجل هيشوفها ناقص سرعة العربية. سرعة العربية بتاعتنا بناقص 2، بس سرعة العربية مخالفة للاتجاه الموجب، فهتبقى ناقص 2 كمان، فدلوقتي هتبقى موجب 2. يبقى السرعة اللي الراجل هيشوفها هتساوي ايه؟ هتروح مودي دي الطرف الثاني، دي هتبقى موجب خلاص بقى، يعني ده كله كده هيبقى موجب، فهتروح موديها هنا بسالب 2، يبقى السرعة اللي الراجل هيشوفها في الآخر هتبقى كام؟ هتبقى موجب 3، اللي هي بالظبط نفس اللي احنا حسبناها. طيب الكلام ده ايه علاقته بالمسألة؟ نفس المثال بتاع العربية ده، خلينا نطبقه على الفلويد. يعني احنا دلوقتي عندنا، اعتبر بدل العربية يا شباب، بقى عندنا كنترول فوليوم، الفي بتاعت الكنترول فوليوم، وحضرتك انت برضو ما زلت واقف بره بتتفرج على الكنترول فوليوم اللي بيتحرك ده، وعندك في فلويد خارج او داخل الكنترول فوليوم ده، تمام؟ طيب فاحنا القانون دايما اللي هنتعامل بيه، احفظه كده، ان السرعة النسبية بتاعة الفلويد بتساوي السرعة الابسليوت بتاعة الفلويد اللي حضرتك هتشوفها وانت واقف بره ناقص سرعة السي في. وطبعا دي كلها كميات متجهة، فانت لازم يبقى عندك اتجاه موجب انت فرضه عشان تقدر تقول الموجب وايه السالب، تمام؟ فنحفظ المعادلة دي. لو عندك كنترول فوليوم بيخرج فلويد او بيدخل له فلويد مش هتفرق، فسرعة الفلويد النسبية بالنسبة للكنترول فوليوم ده، بالنسبة للكنترول فوليوم، هتساوي السرعة الابسليوت اللي حد واقف بره شايفها ناقص سرعة الكنترول. فاحنا لو جينا نشوف المسألة بتاعتنا بالمنظر ده، المطلوب بتاعنا، هنلاقي ان احنا كالعادة هناخد الكنترول فوليوم حوالين الجسم بتاعنا بالمنظر ده، حوالين المداخل والمخارج بتاعتنا، وهنروح فاصلينه بره كده، ونبدأ بقى نحط عليه القوة بتاعتنا والسرعات وكده. فالقوة بتاعتنا طبعا هي قوة التثبيت اللي احنا عايزين نحسبها، والسرعات اللي خارجة منه هي 2 و3. السرعة اللي داخلة بقى، احنا قلنا دلوقتي الكنترول فوليوم ده هيتحرك ناحية اليمين بسرعة 10 متر في الثانية. فانت دلوقتي السرعات اللي داخلة الكنترول فوليوم بتاعتك، هو كان في الأول وهو ثابت ما بيتحركش داخل له الفي جيت ب 40 متر في الثانية، يعني دي السرعة اللي داخلة في الاتجاه الأفقي ده كده. طيب لما هو الـ كنترول فوليوم بتاعك او البليت يعني يتحرك في الاتجاه الافقي برضو بناحيه اليمين برضو ب 10 متر في الثانيه، فكده يبقى انت عايز تجيب السرعه اللي الكنترول فوليوم ده شايفها. ليه بقى؟ لان كل السرعات اللي حضرتك بتحسب منها القوه بتاعتك، لما تيجي تحط قانون المومنتم بتاعك بالمنظر ده، سميشن الفورس دي بتحصل على الكنترول فوليوم، كل السرعات اللي انت بتتعامل معاها السرعات بالنسبة للكنترول فوليوم بتاعك. فانت الكنترول فوليوم بتاعك لو بيتحرك ناحية اليمين ب 10 متر في الثانية، فانت عايز تجيب السرعة النسبية اللي هو شايفها، الفي ريلاتيف اللي هو شايفها. فساعتها بقى الفي جيت من 40 متر في الثانية ده مش هتنفع. ليه؟ لان الراجل ده بقى بيتحرك ناحية اليمين ب 10 متر في الثانية، فهيبقى شايف سرعة اسمها الفي يو مثلا، بتساوي ايه يا جماعة؟ لو انتوا تفتكروا القانون اللي احنا قلناه من شويه كده، ان السرعه النسبيه بتساوي السرعه الابسوليوت ناقص سرعه الكنترول فوليوم. فاحنا دلوقتي السرعه النسبيه بتاعتنا اللي احنا هنعوز نحسبها هتساوي السرعه الابسوليوت اللي هو اللي حد واقف بره شايفها، اللي هي 40 متر في الثانيه، ناقص سرعه الكنترول فوليوم موجب 10، ناقص موجب 10. ليه موجب 10؟ لانها في نفس الاتجاه بتاع الفي جيت. لو انت فرضت الاتجاه كده ناحية اليمين هتلاقي ان هم كلهم في نفس الاتجاه، فهتبقى ناقص 10. فبمعنى اصح لما نيجي نعوض بقى دلوقتي في المعادلة بتاعتنا، هنلاقي ان الاف اكس اللي هي في اتجاه الاكس كده هتساوي الماينس الفورس بتاعت الانكورنج لانها في اتجاه مخالف للاتجاه الموجب، فهتبقى ناقص، بتساوي طبعا مفيش مومنتم خارجة عندنا في اتجاه الاكس خالص، كله في اتجاه الواي، لكن في اتجاه الاكس مفيش اي حاجة خارجة، ناقص الام دوت بتاعت النت الرو في الاي واحد في الفي يو. دلوقتي هنتعامل مع يو بقى يا شباب، مش هنتعامل مع جي، مع السرعه النسبيه اللي الكنترول فوليوم ده شايفها، تمام؟ مضروبه في مين برضو؟ مضروبه في السرعه بتاعت يو برضو، ولكن المتجهه في اتجاه اكس، اللي في الاتجاه بتاع اكس اللي عندنا دون، اللي هو يعني هتساوي الفي يو في الساين سيتا، زي المساله زي المطلوب الاول خالص،
بس بدل الفي جي بقت الفي يو اي. فنبدا نعوض نلاقي ان الاف اي بتاعتنا هتساوي بقى الكثافه في المساحه في السرعه اللي هي 30 دلوقتي، لان احنا خلاص عرفنا ان الفي يو بتاعتنا بتساوي 40 ناقص 10 يعني 30، مضروبه في الساين بتاعت زاويه الميول اللي هي 30 هتساوي في الاخر 0.3817، وده رقم اقل من القوه اللي في الاول لو احنا فاكرين. ده منطقي لان دلوقتي القوه السرعه اتطرح منها السرعة النسبية، فالقوة قلت. يعني القوة اللي انت بتعملها عشان تثبت حاجة اللي في المطلوب رقم ايه يعني، دايما هتبقى اكبر من القوة اللي انت تعملها وانت سامح للحاجة دي انها تتحرك ناحية اليمين، تمام؟ فانت لو مثبت البليد ده تماما اكيد هتعمل عليه قوة اكبر يعني. ماشي يا شباب، ده المسألة التانية. ونخش بقى دلوقتي في الانجولار مومنتوم. نبدأ دلوقتي في جزء الانجولار مومنتوم بقى يا شباب. طيب احنا عايزين بس نفهم الاختلاف الرئيسي بينه وبين اللينير مومنتوم عبارة عن ايه. هو الاختلاف الاساسي بتاعنا هو في الفلو سيستم بتاعنا، شكل الفلو. يعني احنا دلوقتي في اللينير مومنتوم قايلين ان احنا عندنا شغالين على لينير فلو سيستم. يعني ايه؟ يعني الميه مثلا وهي خارجه من الخرطوم مثلا بتبقى خارجه في خط مستقيم، او في محرك الطياره مثلا كان الهواء بيدخل في خط مستقيم فبيعمل قوه، تمام؟ ف الحركه كانت في خط مستقيم في اللينير فلو سيستم، لكن هنا بقى في ايه؟ بقت انجلر، يعني الحركه هتبقى حركه زاويه او دورانيه. يعني ايه بقى؟ محرك الموتور مثلا دلوقتي ده بتاعنا اللي هو البامب بتاعه الميه او الموتور بتاع الميه اللي احنا بنقول عليه الموتور، بيبقى الميه بتروح داخلاله من الجزء ده كده من هنا، تروح داخلاله من الحته دي ويروح حاصل ايه بقى؟ في جوه عندنا هنا امبيلر او ريش كده بالمنظر ده، بالمنظر ده تروح الميه داخله هنا، تروح الريش دي بتكون بتلف تروح طاردة المية من فوق وتخرج المية هنا بطاقة عالية تطلع بقى للأدوار بتاعتنا اللي احنا عايزينها يعني، تمام؟ فدلوقتي اللي حصل جوه على المية يا جماعة، اتحركت حركة دورانية، المية راحت داخلة من هنا ودورت جوه كده، الامبلر ده خلاها تدور كده جوه وراح مخرجها من فوق، فدي حركة دورانية. أو مثلا مثال أبسط شوية، الرشاش بتاع الزرع دون اللي احنا كلنا عارفينه أكيد، المايه بتكون جايه له من الطرف ده كده من خرطوم مثلا وتروح داخله وبتفرقه في الدراعات بتاعته دي ويبدا يلف، بيكون بيلف بقى، فالمايه دي بتتحرك حركه دورانيه، يعني بتخرج لبره وفي نفس الوقت بتكون بتدور بالمنظر ده كده يعني في جميع الاتجاهات. فالشكل بتاع الفلو سيستم بتاع ده شكل انجولار. وهنا بنبدا نتعامل لو احنا بقى عايزين نحسب القوه اللي على الجسم، بنبدا نتعامل بمعادله الانجولار، بس مش بتبقى قوه قوي وهنفهم دلوقتي. دلوقتي لو احنا فين الشكل بتاعنا ده من اللينير سيستم، النوزل اللي كانت عندنا اللطيفه دي كان عليها ضغط وقوه وسرعه وكل حاجه، وكنا قايلين ان السرعات والضغوط دي هتخليها تتحرك في الاتجاه ناحيه الشمال كده، فعاملين عليها قوه تثبيت مثلا ناحيه اليمين، كنا عاملين رد فعل على الشفتين كده، عاملين شفتين كده على النوزل ده ومخليين الرياكشن ده او رد الفعل ده يثبت النوزل بتاعتنا عشان ما تتحركش. فالمعادله اللي كانت بتحسب لي القوه بتاعه التثبيت ده اللي انا محتاجها كانت معادله اللينير مومنتوم ايكويشن اللي احنا زهقنا منها كده. طيب دلوقتي بقى ماذا لو الجسم بتاعي او النوزل بتاعتي دي انا عايز بدل ما اثبتها بشفتين هنا كده اعمل عليها قوه خطيه، لا ده انا هثبتها في مسار دائري، هربطها كده، هثبتها كده في سنتر الدايره دي، تمام؟ فالنوزل دي نفرض ان هي هتكون بتتحرك في الاتجاه ده كده، بتتحرك ناحيه الشمال كده، تمام؟ فانا عشان اثبتها عاوز اعمل عليها رد فعل او قوه تثبيت في اتجاه اليمين، تمام؟ فالقوه دي مع دراع النص القطر بتاع التثبيت دون اللي بتاع المسار الدائري دون هيعمل لي يا شباب، هيعمل لي تور. طب انا كاني بعمل عزم على الدراع دون عشان اثبت بيه النوزل دي من الحركه، تمام؟ مثال الطف شويه واوضح حبه بتاع السبرينكلر. دلوقتي السبرينكلر ده مثلا او رشاش الزرع ده الميه بتكون جايه له من الخرطوم من هنا، تروح ماشيه في الجسم ده تروح طالعه له لفوق كده بالمنظر ده، تروح متوزعه في الدراعات بتاعتنا. يعني دلوقتي لو احنا مثلا خدنا دراع واحد منهم بالمنظر ده كده وبصينا للسبرينكلر ده من فوق، بصينا للرشاش ده من فوق كده، فهنلاقي الميه داخله كده من تحت من العمود ده كده، فهنلاقيها بس ظاهره لنا كانها نقطه في لو احنا بصينا من فوق كده تبقى ظاهره كانها نقطه داخله، تمام؟ وبعد كده بتروح متوزعه في الدراع، ثم بعد كده تروح خارجه من الدراع بتاعنا بالمنظر ده، فدي الفي اند ودي الفي اوت بتاعتنا، تمام؟ فلما تخرج بالمنظر ده السرعه لما تروح خارجه من هنا هتخلي الرشاش يتحرك الناحيه التانيه،
فلما يتحرك الناحية التانية بسرعة، لو احنا عايزين نثبته بقوة معينة خلاص مش عايزينه يتحرك، عايزينه يفضل ثابت نفرمله كده، هنروح عاملين عليه رد فعل او قوة تثبيت في الاتجاه ناحية اليمين. حلو. طبعا نتيجة النهاية ان احنا مثبتينه في المركز ده بعيد عن الرد الفعل، في مسافة ما بينهم كده، فالمسافة اللي هي نص القطر ده عملية عزم، ودراع العزم بتاعنا هو نص القطر، فبالتالي بمعنى صح احنا كده عملنا تور على السبرينكلر، على الدراع بتاعنا ده. احنا مش هنثبته بقوة، احنا هنثبته بتورك، هنروح جايين عاملين تورك كده على الدراع بتاعنا ده عشان نمنعه من الحركة. تمام. ودي الفكرة عموما بتاعة الانجلر مومنتوم ايكويشن، اللي هو احنا خلاص ما بقيناش ندور على قوة، احنا بقى بندور على عزم القوة دي. احنا مش هنحسب قوة تثبيت، لا لا لا، احنا هنحسب تورك يا شباب، احنا هنحسب في الانجلر مومنتوم، هنحسب العزم بتاع القوة دي. طبعا العزم بتاعنا ده هنحسبه ازاي؟ هو بكل بساطة لو احنا ملاحظين هي نفس معادلة اللينير مومنتوم بالظبط، ما فيهاش اي حاجة خالص اختلفت، غير ان احنا ضربنا جميع المعادلة في اور، ضربناها في دراع العزم، ضربنا القوة بتاعتنا في دراع العزم اللي هو الراديوس يعني نص القطر، وضربنا الكميات بتاعة الحركة بتاعتنا في دراع العزم برضو، يعني ضربنا الطرفين في دراع العزم، فهي حرفيا نفس معادلة اللينير مومنتوم، ما عملناش حاجة، احنا بس ضربنا جميع الاطراف بتاعتنا في الراديوس بتاعنا في متجه الاور. تمام. وده ضرب اتجاهي يعني. طيب دلوقتي نلاحظ حاجة، ان احنا دلوقتي العزم بتاعنا ده معمول حوالين الاكسس بتاع الدوران، صح؟ معمول حوالين نقطة الدوران، فبالتالي هيبقى التورك مش المومنت بقى، يعني هو الاسم اللز بتاعه هو التورك يعني. فالتورك بتاعنا سمشن التورك اللي بيحصل عندنا، محصلة العزوم يعني اللي بتحصل عندنا، هتساوي عزم كمية الحركة اللي خارجة، عزم الام دوت في الفي اللي خارجة ناقص عزم الام دوت في الفي اللي داخلة. تمام. طيب دلوقتي لو الماس فلوريد بتاعي ثابت في المسألة، فهروح بكل بساطة مخرجه بره كده، واخده مشترك يعني، وهيبقى سميشن العزم بتاع السرعات اللي خارجة في عزم السرعات اللي داخلة، وهيبقى الراديوس مضروب في السرعة اللي خارجة ناقص الراديوس مضروب في السرعة اللي داخلة. بس نخلي بالنا من حاجة لطيفة خالص، ان دلوقتي في علامة الكروس دي، ده متجه مضروب ضرب كروس كده، فاكرين الكروس ده؟ يعني مش حاطه كده على اساس ان هو ضرب يعني وخلاص، لا ده ضرب اتجاهي كروس برودكت. تمام. فده معناه ان الاتنين دول لازم يكونوا متعامدين على بعض، يعني انت متجه الار لما تضربه في متجه السرعة لازم يطلع لك الكمية المتعامدة عليهم. ما علينا من التفاصيل دي، احنا طبعا مش هيبقى عندنا متجهات في المسألة بتاعتنا ونضربها ضرب اتجاهي في بعض والكلام ده، لا خالص. هو فكرة الضرب الاتجاهي كله انه بيضمن ان الكمية دي، ان الار متعامدة على الفي دايما، يعني حاصل ضربهم بيكون بيطلع لك الكمية العمودية عليهم دائما. فاحنا نقدر نضمن الموضوع ده عن طريق ان احنا بكل بساطة نشيل المتجهات، بس هنخلي السرعة دايما عمودية على الار، يعني السرعة اللي احنا هنحسبها في المعادلة دي ان تكون دايما السرعة العمودية على الراديوس، بمعنى اصح السرعة التانجنشال، دائما السرعة اللي هيتم التعويض بيها في القانون بتاعنا ده تكون السرعة المماسية، عشان نضمن دايما ان هي متعامدة على الار. تمام. فيعني ادام احنا شلنا المتجهات وشلنا كروس برودكت، يبقى الكميات اللي هنضربها في بعض تكون الراديوس عادي جدا، الرقم بتاعه يتحط على طول مفيش مشكلة، مضروب في السرعة المماسية اللي خارجة ناقص الراديوس في السرعة المماسية اللي داخلها، وده القانون اللي احنا هنشتغل بيه في المسائل بتاعتنا. طيب في حاجة لطيفة خالص، هو سميشن التورك ده يا شباب اللي احنا حسبناه ده بيجي على مين بالظبط؟ يعني احنا دلوقتي كنا قلنا في اللينير مومنتوم ان احنا عندنا كنترول فوليوم، صح؟ وبنجيب عليه محصلة القوة، بنجيب القوة اللي محطوطة عليه اللي جواه بقى، يعني بنجيب الفري بادي دايجرام بتاعنا كده. طيب فين الفري بادي دايجرام بتاعنا، او فين الكنترول فوليوم بتاعنا هنا؟ هو هيكون بكل بساطة محاوط المسألة بتاعتنا كده، واحنا مش مهتمين بأي تفصيلة من التفاصيل اللي جوا دي خالص، احنا كل اللي يهمنا ان احنا عندنا سرعة خارجة اللي هي الفي اوت دي، وعندنا عزم، عندنا التورك بتاعنا ده. فاحنا سميشن التورك اللي عليه على الكنترول فوليوم اللي هو التورك ده كده بيساوي الام دوت في الار في الفي تانجنشال اوت اللي خارجة اللي هي دي، ناقص سميشن الار في الفي تانجنشال ان اللي داخلة. طبعا احنا هنا ما عندناش حاجة داخلة في الاتجاه المماسي، فيبقى الموضوع ده بصفر يعني. فبس يا شباب ده اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي، ان احنا الكنترول فوليوم بتاعنا بيكون محاوط المسألة بالمنظر ده، واحنا مش مهتمين بالتفاصيل اللي جواه دي خالص، احنا كل اللي يهمنا اللي خارج منه عامل ازاي والتورك اللي عليه. فالتورك اللي عليه ده اللي هنحسبه، واللي خارج منه هي الفي تانجنشال اوت دي اللي احنا هنتعامل معاها.
طيب نبدأ بقى ناخد مسألة على نفس المثال اللي احنا شارحينه دون، اللي هو مثال السبرينكلر. فاحنا في المثال ده يا شباب عندنا ايه؟ عندنا لون سبرينكلر او رشاش الزرع اللي احنا شفناه في الشرح ده، اللي هو بيكون بيسقي الزرع اللي حواليه. فبيحصل ايه بقى؟ بيكون في ميه داخله له بكيو معينه من القاعده بتاعته هنا كده، متوصله بخرطوم على القاعده، فبتكون داخله له بكيو معينه، بتبدا تطلع وتتوزع في الدراعات بتاعه الرشاش ده، وتخرج من المساحه اللي هي النوزل بتاعه الدراع كده بسرعه معينه، تبدا تروح بقى للزرع وتسقيه. تمام؟ فهو الراجل دلوقتي مديك ايه في المساله؟ مديك الكيو اللي داخله للرشاش بتاعنا، ومديك المساحه بتاعه النوزل اكزيت، مديك المساحه بتاعه الفتحه بتاعه الخروج ديا، ومديك الراديوس بتاع الدراع، نص القطر بتاع الدراع، وطالب منك ايه؟ طالب منك تحسب له الريزيستنج تورك عشان تهولد السبرينكلر هيد ستيشنري. يعني ايه؟ يعني تعمل انت هتعمل عزم على الرشاش ده عشان تفرمله. ليه بقى؟ دلوقتي الرشاش ده لو اتساب كده مع نفسه هيروح هيتحرك بسرعة كبيرة. ليه بقى؟ لأن أنت دلوقتي عندك كيو خارجة، الكيو دي هتروح خارجة من الدراع هنا ده، خارجة من النوزل بتاعتك دي، هتروح زق الدراع في الاتجاه المعاكس. يعني دلوقتي مثلا لو احنا عندنا السرعة بتاعة الخروج اهي في الاتجاه ده، هتروح زق الدراع بتاعنا بتاع الرشاش في الاتجاه ده، والسرعة دي هتروح زق الدراع بتاع الرشاش في الاتجاه ده كده، فهتلاقي في الاخر ان انت عندك سرعة دورانية، الرشاش ده بيدور بسرعة دورانية في الاتجاه ده. حلو، هيدور بسرعة دورانية كبيرة جدا. تمام؟ فاحنا عايزين نفرمله شوية. الراجل دلوقتي عايزك تفرمله تماما بقى، يعني توقف خالص السبرينكلر ده، خليه ما يدورش تماما. فهتعمل عزم على السبرينكلر ده بالمنظر ده كده، لو عملناه باللون الازرق مثلا، فانت هتعمل لو السرعة دورانية في الاتجاه ده، انت هتعمل عزم على الرشاش في الاتجاه المعاكس علشان تثبته، تمنعه من الدوران. فهو الراجل عايزك تحسب العزم ده بكام. حلو، فدي مسألة انجلر مومنتوم. ليه؟ لان انت عندك سرعات تانجنشال خارجة اهو، عندك سرعات خارجة وعايز تحسب عزم، فهي وش مسألة انجلر مومنتوم بالقانون اللي احنا لسه عارفينه دلوقتي. فاحنا بس للتسهيل برضه يا شباب عشان نبقى واخدين بالنا، احنا هنشتغل بالوحدات المتريك، يعني النوزل بتاعتنا دي المساحة بتاعتها بالسنتي، والريديوس ده القيمة بتاعته بالمتر، والكيوب اللتر بير سكند، بدل ما ايه ما نتعامل بالوحدات الرزله دي. تمام؟ طيب فاحنا دلوقتي ده منظر التورك اللي علينا، الار بي ام احنا عرفنا انه ماشي في الاتجاه ده كده، فالتورك بتاعنا هيبقى في الاتجاه المعاكس عشان يثبت الدوران بتاعنا. حلو، طيب هنعمل ايه بقى يا شباب؟ اول حاجه خالص هنعوز نحط المعادله اللي احنا هنشتغل بيها. احنا قلنا هنشتغل بمعادله اللينير، او اسف الانجولار مومنتوم ايكويشن. فالانجولار مومنتوم ايكويشن بتقول لسعادتك سميشن التورك بيساوي، احنا طبعا الماس فلو ريت عندنا ثابته في السيستم فهنخرجها مشترك، هتساوي سميشن الراديوس في الفي تنجنشال اللي خارجه ناقص الراديوس في الفي تنجنشال اللي داخله. تمام؟ طيب الفكره بقى في حاجه، السميشن بتاع التورك ده يا شباب، التورك ده اللي بيحصل على في على مين؟ يعني فين فين الكنترول فوليوم بتاعنا؟ هو الراجل هنا مديك الكنترول فوليوم جاهز اهو، اللي هو الخطوط الداش دي، ده الكنترول فوليوم بتاعنا يا جماعه، ده اللي احنا مش مهتمين باي حاجه جواه. احنا مش مهتمين خالص بالدراعات بتاعت السبرينكلر، مش مهتمين باي حاجه خالص، احنا مهتمين فقط بالسرعه اللي خارجه والتورك اللي عليه. يعني زي ما شفنا في الشرح، احنا لسه شارحين الكلام ده حالا من دقيقتين كده. تمام؟ فدلوقتي احنا نعوز نحسب التورك بتاعنا دون. بس الفكرة هل احنا معانا كل المعطيات دي؟ هو احنا معانا الام دوت ده حقيقة، يعني الراجل مديك الكيو اللي داخله وانت عارف كثافة المية. طب هل السرعة اقدر احسبها؟ والله هو الراجل قايل لك ان السرعات اللي خارجة دي من السبرينكلر سرعات مماسية، فانت تقدر تحسبها، تحسب القيمة بتاعتها مباشرة من ايه؟ من الكيو مقسومة على مساحة النوزلز. تمام؟ يعني تشوف كده مجموع مساحة النوزلز دي كام، وتروح مخلي الكيو، وتروح قاسم الكيو عليها، تديك السرعة بتاعة الخروج. طيب سرعة الدخول بقى هتبقى بكام يا شباب؟ الراجل عايز السرعة التانجنشال اللي داخلة، يعني السرعة اللي داخلة تكون تانجنشال مماسية. هل أنت عندك سرعة مماسية داخلة؟ فإحنا دلوقتي عندنا ده الكنترول فوليوم بتاعنا أهو، هل في سرعة مماسية داخلة له؟ لا، السرعة اللي داخلة له داخلة له في الاتجاه العمودي عليه كده من اتجاه الزد دون، مش داخلة له في الاتجاه المماسي. فبالتالي السرعة اللي داخلة مش مماسية، it is not tangential، وبالتالي ال V tangential عند ال inlet بتساوي صفر، وبالتالي التورك اللي حضرتك عايز تحسبه هيبقى على طول ال M dot في ال V out في ال R out، يعني بيساوي الرو في الكيو في ال V في ال R عند ال outlet. تمام؟ طيب
في بقى نقطة لطيفة كده عايزين ناخد بالنا منها، وهي ايه يا شباب؟ دلوقتي لما حضرتك تيجي تبص للكنترول فوليوم ده من فوق كده، شوف الكنترول فوليوم اللي عندك ده، الاسطوانة كده اللي معمولة حوالين الرشاش ده، لو جيت تبص لها من فوق هتلاقي ايه؟ هتلاقي دايرة كده، وهتلاقي ان في سرعة مماسية خارجة من عندك اللي هي الفي اوت، ومعمول تورك على النظام بتاعنا، التورك اللي احنا هنثبت بيه او نفرمل بيه الرشاش ده، وده اللي احنا عايزين نحسبه. ولكن في حاجة مهمة جدا، هي الفي اوت اللي خارجة دي، معلش يعني، هي موقعها ايه من الاعراب؟ يعني هي سرعة ابسوليوت ولا ريلاتيف؟ يعني دلوقتي لو حضرتك واقف بره كده، واحنا قلنا السرعة اللي حضرتك بتشوفها وانت واقف بره ما بتتحركش دي بتبقى السرعة الابسوليوت، فانت لو انت واقف بره الرشاش كده وشايف الفلويد بيخرج بسرعة معينة، فالفي اوت دي تتوقع كده تبقى ايه؟ تبقى هي الابسوليوت فيلوستي، يعني انت السرعة اللي بتشوفها دي هي الابسوليوت فيلوستي. طيب معلش برضو احنا نعوز نبص كده جوه الكنترول فوليوم بتاعنا، احنا قلنا مش مهتمين باللي جواه، بس دلوقتي بس نظرا للحسابات اللطيفة اللي هتبقى عندنا هنعوز نبص على اللي جواه كده. فلو احنا بصينا جواه هنلاقي ان احنا عندنا دراع الرشاش وبيخرج منه سرعة، بس هل السرعة اللي بتخرج من دراع الرشاش دي هي السرعة الابسوليوت؟ قال لك والله بص كده، هو دلوقتي الرشاش ده دراع الرشاش ده بيدور بيلف، فهو له سرعة جاية من نتيجة الدوران بتاعتنا اللي هي مثلا تبقى يو ديا، فبالتالي السرعة اللي واحد قاعد عند الرشاش كده، لو انت تتخيل نفسك كده موجود جوه النوزل ديا كده، السرعة اللي حضرتك هتشوفها خارجة دي مش هتبقى الابسوليوت، هتبقى السرعة النسبية. ازاي بقى؟ دلوقتي مثلا فاكر المثال اللطيف اللي احنا قلناه دون، احنا عندنا حضرتك راكب العربية كده وحدفت ازازة المية، فالازازه السرعه اللي الراجل شافها وهو واقف بره دي السرعه الابسوليوت، دي السرعه اللي فعلا وصلت له، دي السرعه الحقيقيه. ولكن حضرتك كنت بتقول انك حذفتها بسرعه معينه 5 متر في الثانيه مثلا، فدي السرعه النسبيه بالنسبه لك، انت بتحلف انك حذفتها بالسرعه دي، بس الراجل اللي بره برضه بيحلف ان هي وصلته بسرعه 3 مش سرعه 5. ده ليه بقى؟ ده لان العربيه كانت ماشيه في الاتجاه المعاكس بسرعه 2، لو انتوا فاكرين المثال اللي احنا شرحناه، وطلعنا القانون اللطيف ده ان السرعه النسبيه بتساوي السرعه الابسوليوت ناقص سرعه العربيه، طبعا ده بالمتجهات بتاعتنا، بنفرض اتجاه موجب اللي ماشي معاه موجب واللي ماشي عكسه سالب. نرجع للمثال بتاعنا، احنا هنا نفس الشيء بالظبط، بس بدل العربيه هيبقى النوزل، اعتبر النوزل ده هي العربيه بتاعتك، واعتبر الفلويد اللي خارج منها دي هي الازازه اللي بتتحذف من العربيه، والسرعه الاوت اللي بتخرج من الكنترول فوليوم اللي هي السرعه اللي بتخرج بره فعلا، اعتبرها السرعه الابسوليوت اللي الناس شايفاها بتخرج من الكنترول فوليوم، تمام؟ فدلوقتي السرعه بتاعت الفلويد الريلاتيف دي تتحسب ازاي؟ دي سرعه الكونتينيوتي حضرتك، دي السرعه اللي بتتحسب من الكيو مقسومه على الاريا، دي السرعه اللي واحد موجود جوه النوزل هنا هيشوفها دايما بتخرج، لان الكميه بتاعت الميه مش هتتخزن جوه الرشاش، يعني في كميه داخله يبقى لازم في كميه خارجه، ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه هي خارجه تانجنشال ولا لا، تمام؟ فانت كشخص موجود جوه النوزل كده لو انت قاعد هتلاقي دايما الميه بتخرج من عندك بسرعه بتساوي الكيو اللي داخله مقسومه على الاريا بتاعت النوزل، فدي السرعه النسبيه بتاعت الفلويد، تمام؟ لكن السرعه اللي بتخرج بره الكنترول فوليوم في الاتجاه التانجنشال دي السرعه الابسوليوت، ودي اللي احنا هنعوز نحسبها. فاحنا هنحسبها من المثال بتاعنا او من القانون اللي احنا حفظناه دلوقتي، ان السرعه النسبيه بتاعت الفلويد بتساوي الابسوليوت ناقص السرعه بتاعت الكنترول فوليوم اللي هو حوالين النوزل في الحاله دي يعني. فاحنا لو جينا نحسب السرعه الابسوليوت بتاعتنا دي هنعوز نعمل ايه؟ هنعوز نفرض الاول اتجاه موجب عشان في متجهات كتيره كده عندنا فوق، فالاتجاه الموجب ده هيكون بالمنظر ده في الاتجاه ده كده، تمام؟ فاحنا خلاص يا شباب اللي ماشي مع الاتجاه ده تبقى موجبه واللي عكسه سالبه، فاحنا السرعه بتاعت الفلويد دي هتبقى ماشي مع الاتجاه فهتبقى كميه موجبه، السرعه بتاعت الابسوليوت برضو تبقى ماشيه مع الاتجاه تبقى موجبه، ولكن سرعه الكنترول فوليوم ماشيه او سرعه النوزل يعني ماشيه في الاتجاه المعاكس فهتبقى سالبه، اما تبقى سالب سالب. فاحنا لو جينا نعوض دلوقتي عشان نحسب سرعه الكونتينيوتي اللي هي السرعه النسبيه بالنسبه لحد موجود جوه النوزل كده، هتساوي السرعه بتاعت الابسوليوت اللي خارجه اللي هي بنعوض بيها في قانون التورك ناقص يو بمعنى صح زائد يو، وبالتالي السرعه اللي هنحسب منها التورك اللي هي الابسوليوت دي اللي باللون الاحمر هتبقى الفي كونتينيوتي زائد دي هنا زائد صح، هتروح الناحيه الثانيه ناقص، تبقى سالبه، فهتبقى بالمنظر ده، وده القانون اللي احنا هنشتغل بيه يا شباب،
ان الفي الابسوليوت اللي خارجه من الكنترول فوليوم هتساوي السرعه اللي هنحسبها من الكونتينيوتي ناقص السرعه الزاويه بتاع دوران السبرينكلر بتاعنا. تمام، فنرجع بقى للمساله بتاعتنا. احنا خلاص استنتجنا الاستنتاج اللطيف دون ان احنا دلوقتي السرعه اللي خارجه اللي احنا نحسب منها التورك دي بتساوي السرعه بتاعت الكونتينيوتي ناقص السرعه الدورانيه او السرعه بتاعه الدوران بتاعه الايه النوزل. فاحنا في الحاله بتاعتنا دي الراجل عايز الرشاش بتاعنا يكون يا شباب يكون ستيشنري ما بيتحركش، عايز التورك اللي يخلي الرشاش بتاعنا ده لا يدور ما بيتحركش. فبالتالي اليو بتاعت سعادتك هنا في الحاله دي هتبقى بكام؟ هتبقى بصفر. فاحنا لما نيجي نعوض عليها هنلاقي ان السرعه اللي خارجه هتساوي سرعه الكونتينيوتي، فبتساوي الكيو على الاريا اوت. ونيجي نعوض طبعا بالاريا وما ننساش ان احنا بنعوض بمساحه 2 نوزل، الكيو على مقسومه على مساحه 2 نوزل مش نوزل واحده لان الفلود خارج من الاثنين دول، فهتساوي في الاخر الرقم اللطيف ده عندنا. ونيجي نعوض هنلاقي ان التورك بتاعنا طلع لنا بالرقم ده. طبعا ما ننساش التحويلات بتاعه الوحدات، هنا الكيو باللتر فتبقى 10 سالب 3 عشان تخرج لنا متر، وهنا كذلك برضو 10 سالب 4 عشان يبقى متر. تمام، طيب نروح بقى للمطلوب الثاني بتاعنا. المطلوب الثاني بتاع سعادتك بيقول لك ايه؟ احسب لي الريزيستنج تورك، برضو بيقول لك احسب لي التورك بتاعك ولكن عشان السبرينكلر يدور 500 ار بي ام. يعني الراجل بيقول لك دلوقتي احنا هنعوز نخلي السبرينكلر ده بدل ما كنا مثبتينه يخليه يدور بسرعه 500 ار بي ام، احسب لي بقى التورك اللي انا المفروض اعمله عليه عشان يدور بالسرعه دي. فاحنا طبعا بنحسب التورك بتاعنا من السرعه بتاعت في اوت الابسليوت، والسرعه بتاعت الفي اوت عندنا استنتجنا ان هي بتساوي ايه يا شباب؟ بتساوي سرعه الكونتينيوتي ناقص اليو. فاحنا اليو دلوقتي بقى ليها قيمه بقى، ليه؟ لان السبرينكلر بتاعنا هيدور، فاليو بتاعت سعادتك هتساوي الاوميجا في الار، يعني هتساوي الاوميجا هي دي كلها، الار بي ام مضروب في 2 باي على 60 تمام؟ مضروب في الراديوس بتاع سعادتك، فتساوي 10.5 متر في الثانية تقريبا. فحضرتك دلوقتي تقدر تحسب لي الفي اوت الابسليوت اللي فعلا واحد واقف بره السبرينكلر شايفها بتخرج، هتساوي 8.9 من 10 متر على الثانية. ده بالظبط بالظبط زي المثال اللي احنا شرحناه من شوية بتاع العربية. العربية ماشية في اتجاه وانت الراجل بيحلف ان هو حذف الازازه من العربيه بسرعه 19.4 من 10 متر في الثانيه، ولكن الشخص اللي واقف بره شاف السرعه واصله له بسرعه 8.9 من 10 متر في الثانيه. ده كان ليه يا جماعه؟ عشان العربيه او النوزل بتاعت الرشاش في الحاله بتاعتنا دي بتتحرك في اتجاه معاكس بسرعه دورانيه بتساوي 10.5 متر في الثانيه. تمام، طب نركز كده في الحته دي وهتلاقي حضرتك فهمتها ان شاء الله. فدلوقتي التورك بتاع سعادتك هيبقى الفي اوت اللي هتحسب بيها المره دي قيمتها 8.9 من 10، فهتلاقي التورك قل. طيب هل ده كلام منطقي؟ ايوه المنطق بيقول ان هو كلام ممتاز جدا، لان حضرتك لما تيجي كان عندك الاول السبرينكلر ثابت انت مفرمله تماما، فكان التورك طالع لك برقم. دلوقتي بقى لما تيجي تخليه يتحرك عاوز السبرينكلر بتاعك يتحرك ويدور، فمنطقي انك هتقلل التورك صح؟ هتقلل الفرمله اللي انت عاملها فيبدا يتحرك ويدور براحته. فبالتالي معنى ان التورك قل معناه انك ماشي صح، انت تمام جدا، الاجابه بتاعتك منطقيه يعني لان ده اللي المفروض يحصل. حلو، نروح للمطلوب سي بتاعنا بقى. بيقول لك ايه؟ بيقول لك احسب لي الانجلر فيلوسيتي، يعني الموضوع اختلف دلوقتي، عايزك تحسب الانجلر فيلوسيتي او السرعه الدورانيه يعني الاوميجا بتاعتك لو احنا ما عملناش ريزيستنج تورك اصلا. يعني لو الريزيستنج تورك ده ما بقاش موجود، التورك ده كده شلناه من على السبرينكلر بطريقه ما. تمام، طيب تعالوا كده نشوف معنى الكلام ده ايه. معنى ايه ان التورك يا شباب شلناه؟ والله هو القانون بتاع التورك بتاعنا كان بالمنظر ده، فاحنا قلنا هنشيل التورك بتاعنا دون صح، يعني بمعنى صح هنخلي القيمه بتاعته بكام يا جماعه؟ هنخلي القيمه بتاعته بصفر، خليه بصفر بالمنظر ده. طب دلوقتي ايه اللي ممكن يكون بصفر في الحاجات دي؟ هل كثافه الميه بصفر؟ لا. هل الكيوب صفر؟ لا، انا هفضل مدخل الميه عادي جدا. طيب هل الراديوس بصفر برضو؟ لا. امال ايه اللي ممكن يبقى بصفر؟ السرعه المماسيه الابسوليوت اللي خارجه. حلو، ده ازاي بقى يا شباب؟ لان السرعه المماسيه الابسوليوت بتساوي يا جماعه؟ بتساوي الفي كونتينيوتي ناقص اليو، السرعه اللي خارجه نتيجه الكونتينيوتي ناقص السرعه الدورانيه او السرعه نتيجه الدوران، يعني السرعه الخطيه بتاعت الدوران. فالكلام ده في الاخر معناه ان اليو هتساوي الفي بتاعت الكونتينيوتي، بمعنى اصح لما نيجي نعوض يبقى الاوميجا في الار اللي هي اليو يعني بتساوي 19.4 من 10 اللي هي قيمه الكونتينيوتي، الفي كونتينيوتي اللي هي جايه من نتيجه الكيو.
حلو. ففي الاخر نروح مطلعين قيمه الاوميجا ونظبط كده المساله بتاعتنا، نطلع قيمه الار بي ام. وهنا دعونا نعلق تعليق اخير، المساله خلصت والسكشن خلص. بس ده معناه ايه بقى؟ ان السرعه بصفر. معلش يعني ازاي في سرعه خارجه من السبرينكلر وانت بتقول لي السرعه الابسليوت اللي خارجه من الكنترول فوليوم بصفر؟ والله هو حضرتك دلوقتي لو تفتكر المثال بتاعنا هنا، لو احنا جينا نشوف السلايدز بتاعتنا ثانيه واحده، جينا نشوف كده المثال، جينا نشوف السلايد دي، احنا السرعه الفي اوت دي قلنا عليها السرعه المماسيه، دي اللي بيتعوض بيها في قانون التورك فيها السرعه المماسيه. حلو. ففي فرق كبير جدا لما اجي اقول لحضرتك السرعه المماسيه بصفر والسرعه اللي خارجه بصفر اصلا من كنترول فوليوم. فهي ممكن يكون في سرعه خارجه بس نازله لتحت، خارجه في الاتجاه اللي تحت دون، خارجه عموديه على الكنترول فوليوم مثلا، مش خارجه في الاتجاه المماسي. يعني ممكن يكون السرعه بتاعت حضرتك خارجه لتحت كده في الاتجاه ده بس مش خارجه في الاتجاه المماسي. ففي سرعة خارجة من الكنترول فوليوم بس السرعة المماسية بتاعت حضرتك بصفر، ولكن الكيو اللي دخلت خرجت برضو من الكنترول فوليوم، الكيو دخلت في الاتجاه اللي فوق دون، خرجت في الاتجاه اللي تحت، كأن الرشاش بينقط تحتيه كده، تمام، بيخرج السرعة، بيعمل سرسوب مياه تحتيه، لكن مفيش سرعة مماسية خارجة منه. وشكرا يا شباب.